انا معايا الدكتور احمد غنيم، عميد كليه طب طنطا ومدير عام لمستشفيات جامعه طنطا. دكتور احمد، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. بحيي حضرتك على هذا كل يوم بتفاجئونا الحقيقه بابحاثكم وعلمكم وجهدكم، يعني بجد يعني بحيي كل هذا الجهد يعني من طب طنطا. انا متشكر جدا على كلام حضرتك، وطبعا هي طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني هي مش عايزين نقول اول مره في العالم، لكن نقول من اوائل المرات اللي اتعملت في مصر. الحقيقه المنظومه كلها كلنا بنساعد بعض، كل الاساتذه فعلا كل فيه زي تنافس لخدمه المريض لتقديم ما هو جديد. طب نقول ببساطه هو ايه يا فندم المنظار الجاسوس للمشاهد؟ المنظار الجاسوس هو اسمه سباي جلاس. المنظار الجاسوس يعني هو حاجه اكنه هو اتسمى ده ليه؟ الاورام بتاعت القنوات المراريه عامه ما بتتشخص الا متاخر قوي لما حجم الورم يزيد حجمه. يمكن الحاله اللي اتعملت النهارده، الحاله دي اتعمل لها الاشعه برنين المغناطيسي، اتعمل لها الاشعه المقطعيه باحدث الاجهزه، اتعمل لها برضو منظار بالموجات فوق الصوتيه، وكل ده ما بينش الورم. ولكن المريض جاي نسبه السطره بتاعته عاليه جدا، والمريض ممكن حياته تهدد بخطر بسبب الموضوع ده. اتعمل له اكتر من دعامه، وحتى الان مش قادرين نحدد ارتفاع نسبه السطره ده ليه. فالحالات اللي زي دي لازم تتشخص. ده منظار بيركب داخل المنظار، بيبقى حاجه صغيره جدا، وفعلا بتخش جوه القنوات المراريه، وبالفحص فعلا اكتشفوا ان في ورم حجمه لا يتعدى سنتي او سنتي 2.5 او سنتي ونص، وفعلا تم اخذ عينه بسرعه من الورم، وجهاز طبعا الفريق العمل الخاص بالباثولوجيا تحليل باثولوجي تم التحليل، وتم التاكد ان الورم ده من النوع الخبيث النادر جدا. فتم على طول مباشره زرع زي حلقات للتردد الحراري، وتم كي الورم في مكانه في عمليه استغرقت ما زادتش عن 50 دقيقه. وده دايما دي اول مره تحصل فعلا ان هو يتم كي هذا الورم وعلاجه. مش لان العمليات الجراحيه في القنوات المرئيه منطقه خطره ومش خبرات فيها محدوده، لكن تتم بهذه المرحله وما نعرضش المريض للخطوره ديت، ده اضافه كويسه جدا. بالاضافه ان زي ما قلت لحضرتك ان هو ما بانش في الاشعه، ولا بان في الام ار اي، ولا بان في الاشعه المقطعيه. وفي الورم دوت حصل طبعا يعني تم استكشاف ثم علاج في نفس الوقت، في نفس الوقت وحقنه. يعني هو دايما احنا بنقول المنظار او السباي جلاس او الموضوع دوت بنستخدمه التجسسي ده او المتجسس ده، ما بنقول الجاسوس، بنستخدمه في فقط ان احنا نعمل تشخيص، او مجرد ان احنا نزيل حصوه لو لقيناها سد القناه المراريه، لكن ان احنا نعالج ورم او ناخد ناخد عينه ونعالج الورم ويتم تركيب حلقات تردد حراري يعني للقضاء تماما على الورم، هو ده الانجاز اللي تم. وان المريض يقوم بسلامه النهارده كانت نسبه السطره فيه حوالي 48، النهارده 2 او 3 ما شاء الله زي ما قلت لحضرتك، بتدخل في فوري. وده ميزه ان هو تم استغلال كافه الامكانيات اللي موجوده في مستشفى جامعه طنطا، المستشفى الفرنساوي، ودعم الدوله ودعم قياده الجامعه برئاسه الدكتور محمود زكي. ولازم اشكر الفريق الطبي، استاذنك ان انا لازم اشكر الفريق الطبي طبعا، انت لسه اسالك عنهم طبعا، لازم اوجه لهم الشكر. والحقيقه الدكتور محمد عنبه والدكتور محمد البديوي والدكتور مصطفى ابراهيم، ده زميل من معهد تيودور بالهرب، والدكتور احمد فوزي والدكتور محمد مختار مبروك والدكتور محمد جلال كليفل. وانا عايز اقول ان المريض الحمد لله تم عمل مرتين تتابع للتحاليل بتاعته وفحص بالموجات الصوتيه للاطمئنان على الدعامات اللي راكبه. الحمد لله الامور ماشيه كويس جدا، واعتقد المريض هيقضي حياته يعني الحمد لله، لان زي ما قلت لحضرتك تشخيص القنوات الاورام الخاصه بالقنوات المراريه بيتم في مرحله متاخره تمام. بعد ما تكون اذت الانسجه حواليه. وده رساله جامعه طنطا في المستشفى التعليمي الفرنساوي، ودعم الدوله وتوجهات فخامه الرئيس ان علاج المريض مهما كلف. انا عايز اقول لحضرتك ان التكلفه المنظار ثمنه حوالي اكثر من 3 او 4 مليون جنيه. الجزء الجاسوس اللي بيخش ده بيتكلف حوالي يمكن 75,000 جنيه. وتمت هذه العمليه بنجاح وبدون ومجانا تمام. ده يخليني بقى اقول ان احنا لو بعتنا لحضرتك حالات بقى من المنطقه ان شاء الله تتبنوا علاجها. اكيد طبعا، على فكره جامعه طنطا بتتبنى حالات كثيره، واحنا بنختار الحالات اللي فعلا محتاجه. احنا متعودين على التيم وورك، لان زي ما قلت لحضرتك المجموعه الخاصه بالمناظير والجراحه كانوا موجودين برضو، يعني والخاصه بالباثولوجي، كل المنظومه مكتمله موجوده،
وطبعا طيب انا انا كنت كويس. هستأذن حضرتك، هنبعت لك حالات بقى من البرنامج تتبنوا علاجها في منطقة برضو الدلتا والمنطقة اللي حواليكم. احنا تحت امر البرنامج، ونشكر اداره الاعداد، وبنشكر حضرتك ربنا جدا يكرمك. الساده المشاهدين، استاذ هاني حسين الممثل ربنا الصحفي، يكرمك. ونسيت اشكر الدكتور الوعي الاحور رئيس قسم الباطنه، عشان برضو انا طبعا نسيت اذكره، طبعا. فكل الشكر ليه، وانا بوجه شكر واحنا لحضرتك بنشكركم والله يا دكتور احمد. انا متشكر جدا. انا بحييك وبحيي الفريق الطبي، وبنشد على ايديكم ويجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب. شكرا الدكتور احمد دغنيم، عميد كليه طب جامعه طنطا والمشرف العام على مستشفيات الجامعه.